قرقاش ينصح قطر: حل الأزمة في الشجاعة والمكاشفة وليس ارتجاؤه من الضغط البعيد. السعودية والإمارات والبحرين تنفي فتح المجال الجوي أمام الطيران القطري. صحيفة: السفارة القطرية بلندن معقل الصفقات السوداء. واشنطن تايمز: دعم قطر للتطرف والإرهاب يجب أن يتوقف. القحطاني: صحف تنظيم الحمدين تنفذ أجندة إيران. السعودية: جاهزون لاستقبال الحجاج من كل بقاع العالم دون تفرقة. قطر تهدف التغطية على تمويلها الإرهاب. قطر تعفي مواطني 80 دولة من تأشيرات الدخول دون جدوى. تركيا تخطط لاستخدام مسار بري إيراني للتجارة مع قطر.